غادي نضرب واحد الطور هنا في بركان، مازال ما درت نفس السنتر ديال بركان مزيان، وهادي هو اخر جوله. يلا جيت من فزوان قبل كنت في السعيديه، غادي نمشي دابا للسنتر فيل ديال بركان نشوف اشنو نقدروا نشوفوا تما. هذا التيران ديال بركان، هنا فين كتلعب النهضه البركانيه، وهاد الشارع الكبير هو اللي كيدير المحطه ديال الكيران والمحطه ديال الطاكسيات اللي كيديو لوجده والسعيديه. اما هنا هنا كيدي لديك داك الرومبا اللي فيه الليمون. دابا انا قربت الرومبا اللي فيه ديك البرتقالي المعروفه بها بركان، اي واحد كيجي لبركان كيمشي يتصور تما، حتى انا غادي نمشي نتصور في ديك البلاصه. هذا راه الشارع الكبير، كنمشي في الشارع الكبير اللي كيدي للسونتر معروف في بركان. ما يمكنش شي واحد جا لبركان ما يمشيش لهاد البلاصه هادي. وهذا راه شارع محمد الخامس، صورت تما ضرب واحد التصويره تبقى ذكرى هنا في بركان. من بعد ديك الساعه نمشيو نهودو داك من تحت عود ثاني نشوف شنو كاين تما. فاموس الرومبوان عرفتو راه عيد ديال بصح نيت راه من السبعه الصباح وانا خارج. هادي 5 ديال العشيه، نهار طويل ولكن داكشي داز هو هذاك. هادي العماله ديال بركان، عماله اقليم بركان، وهنا شارع محمد الخامس. ريحت هنا في واحد الجريده استراحيت، عرفتوا راه عيد ديال بصح اليوم. اليوم راه بدا عندي النهار من 7 الصباح، دابا راه 7 ديال العشيه. غادي نمشي دابا عندي شي فيديوهات خصني نمشي نقادهم. الجريده هنا مزيانه شوفها، دابا راه 7 ديال العشيه والناس راه باقي كاينه في الجرده، كاين الاضواء. هاد الميكرو هذا ديما كندوز معايا يخدم، كيخدمها بالليل كنخرجو برك ندي معايا لبرا ما تيبيش يخدم. اليوم انا ما خدمتش ليه فاش كنت في السعيديه، والو والله ما بغى يخدم ليا، داز معاه باش يخدم ليا صوان حيد ونيت. اليوم فاش كنت في زوان كنت باغي نمشي نصور، نمشي على اساس انني نصور تما في كاين ديك العين، ديك العين تما كاين واحد العين تما كيعبروا منها الناس الماء، وديك العين كتداوي الكلاوي. ولكن فاش وصلت تما كان واحد القبه تما بحال شي جامع، قال لك اودي ممنوع التصوير، كان دايرين واحد الورقه ممنوع التصوير. وعود تاني حيت مع اليوم لحد كتكون تما عمره ديال بصح راه في سوان كيعمرها عمره نيت، معايا قريبه البركان، وكيجيو الناس ديال وجده والناس ديال الناظور كيجيو لتما كيعمروا الماء. لحقاش الماء ديال هنا، الماء ديال بركان الماء عيان، وحتى واحد السيد تلاقيت معاه كاينه في وجده قالت اودي حتى الماء ديال وجده عيان. داكشي ان شاء الله غدا غادي نمشي غنمشي انا غدا لوجده ونشوف البلان كي يكون. الا جيتو لبركان ما تنساش انكم تمشيو لفزوان، فزوان واحد البلاصه اللي زوينه وبلاصه اللي هي سياحيه. الا بيتي دوز وقيته مزيانه مع العائله ديالك ولا مع الاصدقاء تقدر تمشي تما تقصي الطاجين ولا مشوي. كاينين تما دوك البلايص دوك فيهم الطوموبيلات، الا بغيت تقصر تما كاينين ديال الدراري الصغار، وكاينين عطيني البلاصه ديال الدراري الكبار، وكاينين تبعوا تما الطواجن، كيتبعوا تما كتبع تما الخضراء، كيتبع تما الديسير الحوت اللي عجبك اللي بيتي كاين تما. صراحه واحد البلاصه اللي مزيانه. ولا بغيت تمشي لفزوان، الا بغيت تمشي لفزوان من بركان كتمشي حدا المحطه الطاكسيات اللي كاينه حدا المحطه ديال الكيران. المهم كتسول غير الى اي واحد تلاقيت معاه كتسول تقول له ودي فين هما الطاكسيات اللي كيديو لزوان. راه كاينين الطاكسيات كيديو ب 7 دراهم، وحده الطاكسي كاين داك النقل المزدوج كيدي ب 6 دراهم. هو النقل المزدوج تيكون عامر بحال واحد بحال الطاكسي بحال الطوبيس، تقدر تلقى بلاصه تقدر ما تلقاش بلاصه، تقدر تمشي واقف. الطاكسي مزيانه كتزيد درهم وكتمشي واقف ما كيوقف ما والو. هذا الشيء اللي كاين بخصوص شنو هما البلايص اللي تقدر تمشي لهم في بركان. بركان واحد البلاصه اللي هي واحد المدينه اللي هي صغيره، تقدر انك تساري بركان غير في واحد ساعتين ديال المكانه. ولكن النواحي ديال بركان هما اللي مزيانين، كاينين بزاف ديال البلايص في النواحي ديال البركان. مشيت انا لتافوغال، واحد البلاصه اللي زوينه تكونوا تفرجتوا في الفيديو ديال تافوغال. اللي ما تفرجش الفيديو تاع تافوغال يدخل يتفرج. وحده تافوغال كاينه ديك الزقزل حتى هي بلاصه اللي مزيانه، انا ما مشيتش ليها. غدا ان شاء الله غادي نمشي ان شاء الله لوجده، غندوز تما نهار ونضرب دويره تما نشوف البلايص اللي مزيانين تما في وجده، ونمشيو عاوتاني لديك البلاصه اللي مشهوره في وجده ديك جوج بغال. شوفوا عاوتاني الحدود ما بين المغرب والجزائر، شفت الحداده ما بين
المغرب والجزائر في السعيديه. دابا غدا ان شاء الله غادي نشوف كيفاش الاجواء ما بين كيفاش الاجواء تما في جوج بغال في وجده، ما بين من بعد وجده ان شاء الله غتكون الوجهه، تقدر تكون الوجهه تازه عاد ديك الساعه تما يبقى البلان. مازال ما يم بروغرام، انا داكشي هو البلانين راه متابعو مدينه بمدينه تنكملو ان شاء الله المدن كاع ديال المغرب ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان يا اخوان، كنتمنى الفيديوهات اللي درت لكم في هاد التريب هذا يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اللي غيكون ان شاء الله غدا في وجده. تهلاو على فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله.